مثل ما توقعت بالضبط، السلطانة خديجة سامحته لإبراهيم باشا، وأكيد رح يرجعوا لبعضهم لما تنتهي الحملة ويرجع على العاصمة. رح يستمروا بحياتهم وكأنه ما صار شيء. اللي صار وقع عراسك وعراس المولود. ليش جبتيني لهون يا سلطانة؟ شو بدك مني بالضبط؟ مشان تغيظيها للسلطانة خديجة؟ ولكون موجودة دائماً بوشها؟ مزبوط كلامك، كلهم تآمروا ضدي مشان يزعجوني. ومشان هيك لازم هلأ أنا وياكي نتفق. نسيتي إنه حضرتك اللي رميتيني قدام السلطانة خديجة؟ وقتها كنت مجبورة. أنت بتعرفي مشاكلي مع إبراهيم باشا وكل شي حاول يعمله، بس أنا ما عملت مثله وتركتك للموت يا فريال. يا ريت قدرت إنه خلصك قبل من بين إيديهم. هلأ أنت عايشة وهذا هو المهم. رح أنتقم لك، بس وثقي فيني. سامحيني يا سلطانة، بس أنا مستحيل أوثق فيكي مرة تانية. أي وحدة محلك رح تحس بنفس الشي. لا تقسي على حالك، مع الوقت أكيد رح تنسي. ما بظن يا سلطانة، وجعي ما بينتسى. فريال، انت لازم تنتقمي. سلطانة، اجت عفيفة خانو وجايبة الأغوات معها، على الأغلب جايين مشان فريال. فوتي لجوا. خليها تدخل. سلطانة، إذا جاية مشان تاخدي فريال لا تحاولي أبدا. السلطانة خديجة طلبت مني هالشي وقالت لي بتروحي بتجيبي فريال لعندي فورا. عفيفة خانو متطلعي منيح حواليكي، شايفة فريال موجودة هون؟ سلطانة، حضرتك عم تمنعيني إني أقوم بوظيفتي. لو سمحتي سلطانة سلميني فريال، وإلا رح أضطر إني استخدم القوة اللي طلعها من عندك. لك عن الست فريال، وانتو ليش خبيتوا عني هالشي؟ أنا اللي طلبت منها تخبي عنك لأني ما كنت حابة إنه أشغل بالك، وبصراحة كنت خجلانة. والست فريال وينها هلأ؟ بعتت عفيفة خانم تروح تجيبها يا أمير، هلأ بتجي. سمو الأمير مصطفى، إجت السلطانة هيام. دخلها. خليها تروح مصطفى، ليش قلت له يفوتها؟ اهدي شوي أمي، لازم نشوف إذا فينا نحل هاي المشكلة بهدوء. سمو الأمير، سلطانة. فوتي. فريال رح تضلي قاعدة هون لحتى تهدى الأمور. شو صاير خادم وفي للسلطانة هيام؟ والله يا فريال، إذا ما بدي أخدم أم أربع أمراء مين بدي أخدم؟ عم تحكي وكأنك ما بتعرفي الوضع هون. درة خانو متوفت، وقام كمان راح، ووضعك أنت مو مبين أبدا. يلي عم أعمله مجبور عليه. هلا أنت ليش إجيتي؟ طالما هربتي من هون ليش رجعتي؟ ما بيكفيك العذاب اللي عشتيه؟ أنا انقهرت والله بيشهد علي قديش انزعجت عليكي. ما حدا بيهرب من قدره يا سنبول،
اسمعيني منيح، أنا مستعد إني ساعدك إذا حابة تروحي من هون وتهربي. أنا عم بحكي جد هلأ، ببعتك على مكان ما حدا بيلاقيكي فيه، صبية بعمرك وحلوة، أي واحد بيتمنى يتزوجها. تتزوجي وبتعملي عيلة أنت وياه. سنبل، أنا مستقبلي انتهى من زمان وما عندي أحلام بنوب. مستحيل تضل فريال هون يا سلطانة، أنا ما بسمح بهالشي. أنا ما فيني خالف سموك، بسلمكن فريال إمتى ما بدكن، بس قبل حابة أعرف بشو حضرتكن رح تتهموها. سألت عفيفة خانم عن هالشي بس هي ما جاوبتني. مو مضطرين إنه نشرح لك شي يا هيام. طالما ما عم تقدروا تقولوا شو الموضوع، بقول أنا فريال زنت يا أمير وتعتبر مذنبة، وبهالحالة خلينا نقدمها لفريال للقاضي وهو يحاكمها، خلي القاضي هو اللي يقرر، وبيطبق عليها قانون الدولة وبتاخد اللي بتستحقه. وطبعا بهيك حالة لازم يتحاكم معها كمان إبراهيم باشا. انت يا هيام اكيد جنيتي، قاضي شو قانون شو اللي عم تحكي عنه؟ هاد الوزير الأعظم جناب الأمير. سلطانة معها حق، انت مالك طرف بالمشكلة لتتدخلي. هالجريمة بدكن تتكتموا عليها، يعني برأيكن هذا هو القرار الصح؟ لا تتدخلي بأمور مالك علاقة فيها بنوب، انت ما دخلك بهالقصة. رح أطلب من شيخ الإسلام يقدم لي فتوى بالشي اللي صار، وهو رح يرشدنا على الحل. أوعك تعمليها. ما حدا فيه يمنعني، بدي أحكي عن جريمة الزنا اللي ارتكبها زوجك الباشا وخلي الكل يعرف. أنت عم تهددينا يا هويا؟ بفضل قول أني عم حاول اتفق معكم، بالنهاية القرار إلكم. يا كل اسطنبول رح تسمع بهذا الموضوع، أو فينا نستنى لحتى يرجع مولاي السلطان. جناب الأمير، انتبهي على تصرفاتك يا كوثر، لأنه سمعتك بالحرم لك صايرة مو منيحة. والله جد؟ لو هالحكي مزبوط كنت تعاقبت. يعني أنت مفكرة إنه عمايلك السودة ما عم توصلني يا كوثر؟ اسمعي يا شاطرة، أنا بعرف إنك عم تهدد الجواري كلهم، لأنه بهالطريقة بس فيك تسيطري عليهم. صدقيني هي مجرد إشاعات. بنصحك تعدي بأدبك. اسمعي منيح، أبداً أنا ما بسمح لك تلعبي معي. بعدي عني أحسن لك، أنا هون الإيد اليمين للسلطانة هيام، واللي بيلمسني بيحترق. كوثر! سلطانة يلا لشوف اعتذري من عفيفة خانم. سلطانة بس أنا بعتذر منك عفيفة خانم. إذا بسمع مرة تانية إنه عم تقللي معها أدب، وقتها أنا اللي رح أعاقبك، فهمتي؟ سلطانة الموضوع كتير واضح، ما لازم تسمعي كلامه وتتراجعي، فريال لازم تتعاقب على عملته. أنتي ما سمعتي شو قالت؟ رح تفضح كل شي. شو يعني نتنازل له هيام بكل بساطة؟ ست الكل، لازم تهدي شوي وتحكمي عقلك. الموضوع بيمس سمعة السلالة والسلطانة خديجة بشكل خاص. قصة فريال ما لازم حدا يعرف فيها، لأنه وقتها رح تكون النتائج وخيمة، وبالأخص عبراهيم باشا. يعني شو رح يصير؟ شو نعمل هلأ؟ مو هالحرم لك له قواعد ولازم تتطبق؟ وبما انه فريال بخدمتي ما بيصير ياخدوه مني ومن دون سبب. بظن اذا مصرين بيقدروا يلاقوا سبب يا سلطانة. فريال هلأ صارت تحت حمايتي، ما رح اسمح انه يصير فيها مثل ما صار بناديا.
هيام. سلطانة. فريال رح تضل بالقصر ومولاي السلطان بقرر مصيره. رح اسمح له تضل ليرجع مولاي من الحملة. وهذا القرار الصح يا سلطانة. وبس يرجع جلالة السلطان فريال رح تطلع من هالقصر وانتي رح تكوني معه. رح فرجيكي عقوبة انه تهددي وحدة من السلالة. عفيفة خانم. تفضلي يا سلطانة. لا تخليني شوفها لفريال قدامي بنوب. اوعك تطلع بطريقي او تلمحها عيني. فيروزة انت خليكي هون. مولاتي السلطانة. برجم آغا شوفي. آسف إذا كنت أزعجتك، بس في موضوع مهم لازم تعرفي فيه يا سلطان. شو هو؟ رستم آغا بعت مكتوب وعم يقول إنه إبراهيم باشا عم يستخدم لقب السلطان بدال الباشا. سلطان إبراهيم. وعم يكتب هيك بكل أوامره وعم يحط عليهم ختمه الجديد يا مولاتي. وهالشي خلى السلطان ينزعج كتير لدرجة إنه قطع راسه للمرسال اللي جاب الخبر. تعرف مين هو أكبر عدو للباشا واللي حيدمره؟ الغرور. أنت عندك شي مشكلة أو بحاجة لمساعدة؟ لا يا سلطانة، أنا بفضلك مو ناقصني شي بنوب. حلو، قولي له لسنبول آغا أنه يعطيكي من أفضل القمايش اللي عنا، بعدين بتاخديهم على الخياطة وبتخيطي تياب جديدة. ما في داعي يا سلطانة، أنا بخيطهم بإيدي. قدي إيديكي موهوبين يا فيروزة. بس يجي الوقت المناسب لازم إنه نزوجك من شخص إله مستقبل. أنا بشوف إنه بنت شاطرة وموهوبة مثلك يا فيروزة ما بيسوى إنه تنطفي وتدوب بالحرم لك. سلطانة لوين رايحين؟ الجو كتير حلو وعم اتمشى مع فيروزة. يعني أنت هلأ صرتي عم ترافق الجواري؟ ما فهمت ليش ما رافقون. أنا ماني مغرورة. ليكون هالشي بيزعجك؟ لتكوني مفكرة حالك بتختلفي عنهم لأنه عندك أمير. يعني بالنهاية أنتي لساتك مجرد جارية، وصدقيني هالشي ما رح يتغير أبدا. بكرة منشوف يا هويان، وقت رح يقعد ابني على العرش أنا رح صير السلطان الأم، ووقتها أنا رح كون انتصرت وأنتي اللي خسرتي، وبتروح عليك وعلى عيلتك. قال طول النهار قاعدة انت وابنك بالغرفة الخاصة، معناته عم تحكوا بهي الشغلات. مولاي بس يسمع بهالشي ما رح يكون مبسوط بأكد لك. ما عم نحكي بهالموضوع، أنا عم قلك اللي بده يصير هون عن قريب. كلنا منعرف إنه السلطان بالحملة، الله يرجع لنا إياه بخير وسلامة، بس بالحرب ممكن أصيبه أي شي. فكري معي شو حيصير إذا لا سمح الله ما رجع. يا حبيب قلبي. وين مريم فيروزة؟ طلعت مع الأمير محمد على الحديقة سلطانة. بتحبي روح ناديلهم؟ لا خليهم بغيروا جو، وانتي طلعي إذا بدك. أنا بعدين بروح سلطانة. سلطانتي البشارة يا مولاتي السلطانة. مولاي السلطان بعت لك رسالة لحضرتك. أسمع، اتركوني لحالي، فيكم تروحوا. أنت فرحة قلبي وفرحة روحي
وعشقي في هذه الدنيا الكبيرة. أنت أجمل جوهرة رأيتها في حياتي. الشمس لا تشرق أبداً بدونك، والبحر لا حياة فيه. يا ليت أمواجه تحملك وتأتي بك إلى هنا يا خليلة روحي. سنبول، سنبول، وينك سنبول؟ سنبول وينك؟ أمريني مولاتي السلطانة. هذا المكتوب مانو مبعوث لإلي. أي مكتوب يا سلطانة؟ مولاي السلطان اليوم باعت مكتوب لفيروزة، وأنا بعدت له يام. كيف؟ وليش عملتي هيك؟ لأني حابة إنه يام تتوجع، وهالوجع ينغرس بقلبها مثل الخنجر، وهالشي بتستاهله. على طول بس غمض عيوني عم شوف وشها لفريال. كنت عم حاول انساها بس هي حطتها قدامي، وحخليها تتوجع شوي. بس يا سلطانة بتكون عرفت ان فيروزة بجوز تخليها تموت. اسم فيروزة كان مكتوب بكم جملة ومحيته. محيت يوم؟ خدعونا سنبول لأنه البنت لساتها هون. مو معقول هالحكي. بظن أنه مولاي السلطان لهلأ خبر نادية ما وصله، ومشان هيك بعتلك هالرسالة هي. هنن ماحين الاسم، لو كانت نادية مستحيل يمحوه. ربي يسر ولا تعسر، شو هالمصيبة اللي طلعت؟ الواضح أنه نتقصدوا يلعبوا علينا وخلونا نصدق. فهمني مين ممكن تكون؟ سلطانة إذا فرضنا هذا الشيء، ليش لحتى يبعتوا هذا المكتوب لحضرتك؟ ليش بعتوه؟ عم يحاولوا إنهم يقهروني يا سنبول. سلطانة، سلطانة لوين بدك تروحي؟ سلطانة الله يخليك استني يا سلطانة، لحظة شوي. وين السلطانة خديجة؟ هي بجناحها؟ لا يا سلطانة، هي راحت على جناح الأمير محمد. سلطانة أخيراً إجيتي؟ كنت عم أنطرك. شو اللي عم بيصير؟ فيني أفهم؟ معقول تزوروا رسائل باسم مولاي السلطان؟ شلون بدنا نزورها؟ معقول ما شفتي ختمه لمولاي بالرسالة؟ بس انتي مشكلتك انك ما بتشوفي. لازم تفتحي عيونك هيام لانه كل شي واضح. المكتوب اللي بعته مو لإلك سلطانة، لوحدة تانية. مولاي في بقلبه مرة جديدة هلأ. مو صحيح ابنهم، مستحيل هالشي. وبكرة بتشوفي. شو بدنا نشوف؟ يا هيام، مولاي من حقه انه يحب وحدة حلوة غيرك وتكون صغيرة بالعمر. روحي على غرفتك وتطلعي بوشك منيح بالمراية. العمر إله حقه سلطانة، مو سهل انه تتقبلي الموضوع. الحياة عم تمر بسرعة، مو هيك هيام؟ كل شي عاشته ناهي الدوران، هلأ إجا دورك لحتى تعيشي. وبظن كل الموجودين حواليكي مستحيل يقدروا يوقفوا بوش هالعشق. قد ما حاولتي حيكون على الفاضي.
السلطان مستحيل يترك هاي البنت ابنه لأنها قدرت إنه تسرق له قلب. لا تكون جنات، المخلوقة ماتت يا سنبل. كوثر فتحي لي مخك شوي، أنا مو ناقصك هلأ بنوب. مو نادية هي مفضلة مولاي، طلع في واحدة تانية. شو عم تقول؟ بس أنا شو ذنبي سنبل؟ أنا هي اللي قالوا لي عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. من حقه انه يحب وحده حلوه غيرك وتكون صغيره بالعمر. روحي على غرفتك وتطلعي بوشك منيح بالمرايه. العمر له حقه سلطانه، مو سهل انه تتقبلي الموضوع. الحياه عم تمر بسرعه، مو هيك ويام؟ Thank you.